السلام عليكم زملائي الأعزاء، أنا النهاردة كنت عايزة أكلمكم على الفري سكرين ريكوردنج. هو ده البرنامج اللي أنا فعلا بسجل بيه دلوقتي. أنا هقول لحضراتكم خطوات سهلة جدا إن احنا نقدر نستخدم البرنامج دوت. أول حاجة لما حضرتك هتنزله هينزل عندك في الداونلودز، فهنبتدي نفتح الداونلود بتاعة الجهاز. تمام، هنلاقيه ظاهر عندنا بالطريقة دي. حضرتك هتفتحه، هتطلع البرنامج دوت وهتدوس عليه دبل كليك، هيبتدي ينزل عند حضرتك. هتبتدي تعمل خطوات السيت اب اللي هو هيمشي معاك فيها. هيسألك على اللانجوج اللي انت عايز تستخدمها، هو للأسف مفيش فيه عربي، هو انجلش ودويتش وفرنش وطبعا وتشاينيز ولغات تانية كده. فالأفضل بالنسبة لنا ان احنا نستخدم الانجلش، لأن الانجلش ده يونيفرسال لانجوج. فبعد ما هندوس على الجزء اللي هو مكتوب عليه فري سكرين ريكوردنج ده، حضرتك لما هتدوس عليه هتبتدي في خطوات السيت اب. بعد ما تنتهي خطوات السيت اب بيظهر عند حضرتك الايكون ده على الشاشه. وانس ما حضرتك بتدوس على الايكون ده هيبتدي ان هو يظهر عندنا في التول بارز تحت. طب لما بيظهر عندنا في التول بارز تحت كده احنا بنعمل ايه؟ انا عن نفسي بفضل حاجه من الاوبشنز اللطيفه جدا، ان انا لما بدوس عليه رايت كليك بيطلع لي حاجه اسمها ان انا افضل اعمل عندي، يعني انا لو طلعت ده كده دي بتبقى موجوده عندي طول فتره التسجيل. تمام، ولما بيكون موجود عندي هنا انا بعمل عليه رايت كليك واقول له، بتطلع من الاوبشنز اللي موجوده ان انا اخليه هنا بيقول لي هاي تول بار، لان هو اوريدي موجود عندي على التول بار. فلو هو قبل ما ببتدي التسجيل بيقول لي انت عايز تحط له تول بار يبقى موجود فوق عشان تبقى مطمن ان التسجيل شغال وكله تمام، اقول له ايوه من فضلك انا عايزه على التول بار بتاعي علشان يبقى التسجيل موجود. طيب الشاشه دي لما بكون لسه قبل ما بسجل بيكون فيها اوبشن كده على المكان بتاع التسجيل، حضرتك عايز تسجل فين بالظبط. تمام، طيب هقول له لا انا عايز اسجل في مكان تاني، عايز احطه مثلا على الفلاشه. الفلاشه بتاعتي مثلا اسمها درايف اف، فبقوم فاتح مكان الفولدر واخش من على المكان دوت على الدرايف اف اللي انا عايز اسجل عليه، او مثلا عايز اسجل على درايف جي الفلاشة بتاعتي او الهارد الاكسترنال بتاعي على درايف جي. يعني انا دلوقتي ما عنديش مساحة على الجهاز، انا بستخدم جهاز ابل، والابل ده ما فيش فيه اللي هو الماك بوك ده ما عندوش مساحة، فبضطر ان انا كل الفيديوز اللي اعملها بسجلها على هارد اكسترنال. فكل اللي بعمله ان انا بختار المكان اللي فيه الهارد الاكسترنال وعملت في جوه الهارد ده فايل اسمه فيديوز، وبحط عليها كل الفيديوهات بتتسجل اوتوماتيك على الهارد الاكسترنال. فانا بقى كده مش محتاج ان انا اعمل اوفرلود على الجهاز بتاعي خالص. طيب حاجه كمان لطيفه جدا من الاستخدامات بتاعه الجهاز دي، ان انا مثلا انا حضرت الدرس بتاعي وقاعد بشتغل عليه. طيب انا خلصت شغلي عليه، بس انا عايزه اجهز حاجه تانية. انا ممكن بكل بساطه بدوس هنا فبيعمل بوز، يعني بيوقف الفيديو عند المنطقة دي لغاية اما حضرتك تعمل حاجة تانية، او لو انت بتسجل مثلا وقاعد في البيت عايز تقوم تصلي وبعدين ترجع تاني، عايز تقوم لا تجيب كتاب تبص فيه على معلومة حاجة تانية وترجع تاني، عايز تروح تجيب موبايلك عشان تتأكد من حاجة معينة وترجع تاني، بتدوس بوز لغاية ما تخلص اللي انت عايزه وبعدين ترجع تاني، بتقوم دايس على ريكوردنج، هو بيكمل اوتوماتيك يعني ما بيقطعش الفيديو. تمام، يعني ده بيبقى ميزه سهله جدا 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 علينا واحنا قاعدين بنسجل في البيت، ان انا وقت ما اكون حاسس ان انا لا عايزه اقوم، انا نسيت حاجه عايزه اجيبها، لا انا نسيت كتاب، انا نسيت حاجه، بكل سهوله جدا بوقف الفيديو تسجيل وبعد اخلص اللي انا عايزه وارجع تاني اشغل التسجيل بيكمل عادي خالص. تمام، وانا بشتغل لقيت عندي مشكله في الانترنت في الجهاز، لقيت برنامج مش متحمل، برنامج مش عايز يفتح، هعمل بوز على التسجيل لغايه ما افتح البرنامج بتاعي او افتح الشغل بتاعي وارجع تاني اشغل التسجيل. ده لو الناس هتعمل محاضرات متسجله سكرين ريكوردنج. تمام، وده افضل كتير قوي من ان انا اشغل الكاميرا بتاعه الموبايل وحاطط الكتاب قدامي واقعد اشرح. لا انا ممكن اصور صفحات الكتاب من على اي برنامج تصوير سكان بي دي اف وابعتها لنفسي على الجهاز بتاعي واحطها على الجهاز بتاعي، استخدم اي برنامج من اللي انا كلمت حضراتكم عليه قبل كده زي برنامج الباوربوينت ونسطب عليه الاوفيس ميكس اللي انا قلت لحضراتكم عليه، او نستخدم الوان نوت، او لو حضرتك عايز تشرح على برنامج وورد عادي مفيش مشاكل، اشرح واكتب ووضح وارسم واعمل كل اللي انت عايزه. تمام، وبعدين سجل الفيديو ده خالص وابعته للولاد. فدي حاجة تانية من طرق الديستنت ليرنينج. انا كنت بعت لحضراتكم برنامج تاني بتاع تسجيل ريكوردنج، هو كان البرنامج ده بس مشكلته ان هو بيسجل 10 دقايق بس.
في حاجة تانية بس مهمة في البرنامج اللي هو الفري سكرين ريكوردينج ده، ممكن تضايق بعض الناس وممكن ناس تانية بتشوفها عادي، ان وانس مع حضرتك بتفتح التسجيل بيكتب لك اسم الموقع على الفيديو، يعني بعد ما حضرتك بتخلص الفيديو بتسجله، الناس اللي بتتفرج على الفيديو ده بتبقى شايفة اسم الموقع موجود في النص، فدي احيانا بتضايق بعض الناس. انا حبيت اقول لكم كل البرنامج بكل مميزاته وكل عيوبه، ويا رب ان شاء الله كلنا نستفاد ونبقى دايما مع بعض كده ان شاء الله تيم ورك، وكلنا دايما مع بعض بنساعد بعض. شكرا لحضراتكم جدا ومع الف سلامة.